تعالوا مع بعض ونشوف كمان الأخبار الصحف وعناوين الصحف الرياضية العالمية قالت إيه عن دور المجموعات وبداية النوك أوت في 2020. تعالوا مع حضراتكم نبدأ جولتنا الصحفية مع البرتغال. البرتغال زي ما بقول لحضراتكم اللي تأهلت لدور الـ16 وكانت مباراة قوية جدا جدا مع منتخب فرنسا والتعادل 2-2. يمكن هذه المباراة يعني كان في بعض الكراسي الموسيقية، خروج البرتغال دخول البرتغال، لكن قدر طبعا كريستيانو رونالدو ورفقائه يتخطوا طبعا هذه العقبة والتعادل مع بطل العالم 2-2. ودي كانت تقريبا النسخة طبعا النسخة الماضية نهائي 2016 كمان كان مع فرنسا والبرتغال. نبدأ طبعا في جريدة أبولا دي البرتغالية اللي يمكن احتفلت بتأهيل المنتخب البرتغالي لدور الـ16 رغم التعادل مع فرنسا 2-2. صحيفة أبولا نشرت صورة لكريستيانو رونالدو وعلقت وقالت الحلم مستمر أو الحلم يستمر. لسه مع الصحافة البرتغالية ونروح لجريدة أجوجو. الجريدة قالت إن رونالدو، طبعا كل الجرائد البرتغالية بتتكلم بشكل مباشر عن طبعا دور رونالدو لوصول المنتخب البرتغالي لدور 16، قالت إن رونالدو يرفض الآلة الحاسبة. طبعا ده إشارة إلى طبعا تعادل أو الدور الكبير الآن به رونالدو في تعادل المنتخب البرتغالي مع فرنسا، وقالوا بمعنى صح مش حابين إن هم يدخلوا نفسهم في حزبة بيرما. طبعا كمان يعني زي ما بقول لحضراتكم الصحف العالمية كلها بتهتم برونالدو، كمان لما نشوف الصحف على مستوى إيطاليا كمان بتهتم برونالدو. لسه في أصداء وفرحة الصحف البرتغالية بوصول منتخبهم من دور الـ16، ريكورد دي صحيفة برتغالية قالت بالفعل في إشارة إلى كريستيانو رونالدو ودوره الكبير جدا والحاسم في قيادة المنتخب البرتغالي للوصول لدور الـ16. كان كل الصحف البرتغالية بتركز بشكل كبير جدا على دور كريستيانو رونالدو. طيب تعالوا نروح بقى من البرتغال لنروح لفرنسا وردود الأفعال على مستوى الصحافة هناك في فرنسا، اللي طبعا زي ما حضراتكم عارفين اتأهلت يمكن قبل المباراة الأخيرة مع البرتغال اللي كانت المنتخب الفرنسي يتأهل. لكن طبعا نبدأ مع الإكيب الفرنسية اللي قالت إن منتخب فرنسا متصدرا عن المجموعة الستة الحديدية. طبعا كان أكيد المنتخب الفرنسي بيتصدر هذه المجموعة الحديدية كمان على مستوى يعني نفس الصحيفه الفرنسيه، وقالت ان سويسرا في القضيه القادمه او بمعنى صح المهمه القادمه للمنتخب الفرنسي، طبعا اشاره لدور الـ16 ومواجهه فرنسا لسويسرا. نروح لاسبانيا. يمكن كمان اسبانيا عايز اقول لحضراتكم اسبانيا كان موقفها حرج جدا جدا بعد طبعا التعادل السلبي او المباراه والتعادل الايجابي مع بولندا 1-1. كان المنتخب الاسباني بقياده طبعا لويس انريكي طبعا على حافه الخروج من هذه البطوله. الصحافه الاسبانيه طبعا كانت فرحتها كبيره جدا بالفوز الكبير لمنتخب اسبانيا 5-0 وتاهلوا طبعا للدور الـ16. نروح لماركا طبعا اللي قالت هكذا بالضبط اسبانيا تفوز وتتاهل ثم تحقق اكبر فوز ليها في تاريخ اليورو. طبعا جريده اس بتقول ان المنتخب الاسباني بيحقق اكبر نتيجه على مستوى اشتراكاته في الامم الاوروبيه بنتيجه كبيره 5-0 وتاهلوا طبعا تاهل اسبانيا الى الدور القادم. وبتقول اسبانيا تعود وتتاهل، اسبانيا تواجه كرواتيا الاثنين القادم، مباراه قويه جدا جدا في دور الـ16 ما بين اسبانيا وكرواتيا طبعا بعد تاهل اسبانيا للدور اللي جاي. عايز اقول لحضراتكم يمكن كل الصحف زي ما بتتكلم الصحف كلها بتتكلم على هذه البطوله. نروح بسرعه كمان الصحف الايطاليه، مهم جدا نعرف قالت ايه. واللي بقول لحضراتكم يمكن ركزت على كريستيانو رونالدو اكتر ما ركزت على المنتخب الايطالي. صحيفه توتو سبورت الايطاليه اللي بتقول رونالدو دائما، واشارت طبعا الى الانجاز الكبير اللي بيحققه رونالدو بمعادلاته الرقم القياسي اللي طبعا زي ما اتكلمنا لعلي دائي المهاجم الايراني ووصوله الى الهدف 109 دوليا. الصحف الايطاليه ما زالت يعني مع رونالدو بشكل كبير جدا. كمان سلطت الاضواء على مواجهه اسبانيا وبلجيكا
وصفت هذه المواجهة، أسبانيا تواجه بلجيكا لوكاكو. طبعا أيضا المباراة القوية جدا جدا. صحيفة كورير ديل سبورت الإيطالية اللي سلطت كمان الضوء على النجم الإيطالي ونجم اليوفنتوس طبعا كريستيانو رونالدو في دوره الكبير في تأهل بلاده للدور الثاني، وقالت طبعا الجمال كريستيانو رونالدو. كل الصحف تشيد بكريستيانو رونالدو حتى على مستوى البرتغال وعلى مستوى إيطاليا. لسه في إيطاليا ويعني احتفلت طبعا يعني بعض الصحف هناك للإيطالية بكريستيانو رونالدو. نسيب إيطاليا ونروح لإنجلترا. إنجلترا طبعا يعني بالتحديد مع الجريدة البريطانية ستار قالت ألقت الضوء على استعدادات دي صن، جريدة صن البريطانية اللي ألقت الضوء على استعدادات إنجلترا لمواجهة ألمانيا. طبعا مواجهة قوية جدا ما بين المنتخب الألماني والمنتخب الإنجليزي في دور الـ16. قالت ذا صن نحن جاهزون، إنجلترا ضد ألمانيا في ويمبلي مجددا، نحن على أهبة الاستعداد. وطبعا سلطت الضوء على تصريحات طبعا هاري ماجواير ده قائد المنتخب الإنجليزي أو بعد ما رجع لخط الدفاع، وقال خلالها أن طبعا الأسود الشجعان بإمكانهم الدفاع والتوجه نحو اللقب. ده كان على مستوى الصحافة الإنجليزية. نروح لآخر صحيفة إنجليزية دي الستار، قالت في عنوانها يعني نراكم مجددا، إشارة كمان زي ما بقول لحضراتكم لمباراة ألمانيا أمام إنجلترا في الويمبلي. أشارت كمان أن ساوث جيت طبعا المدير الفني للمنتخب الإنجليزي بيحصل على فرصة الانتقام لليورو بعد ما طبعا يعني يمكن وقوع أو خلاص دور 16. مباراة قوية جدا على المستوى الفني ما بين المنتخب الإنجليزي والمنتخب الألماني.